السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم؟ مساكم خير، معاكم لا يوقف، وبرضو جايب معي خوي هنا على لعبة ديرت 3، لعبة الرالي. اعرفكم عليه اللي هو ساد جيمز. يا هلا والله فيك يا ساد، اذروني على التأخير، ما نزلت لي فترة شهر وعليها بسبب ظروف الوقت وبرضو ظروف الدوام، كان وضع متلخبط عندي، والحمد لله ان شاء الله على الايام الجايه بنزل مقاطع وبتشوفون جديد، كل جديد. الحين نجيب لكم جيم دير 3، انا بجربها اول مره اجربها، خاصه اللعب ميتا بلاير، ونقول جو. يلا اضغط ريدي. ريدي كيف؟ F1 انتر مو اوكي مكتوب F1. طيب اوكي طيب وش السياره الصفراء ولا الحمراء اللي نختارها؟ والله انصحك بالسبارو. سبارو كلها سبارو ابشرك. لا في واحده اللي هي 650 قوتها، 640 انا عندي. أوكي. يلا متحمس للعب من زمان يا حبيبي. انا اشوف ذا النظام، نظام اللعب اوكي رقم مشاري، انا الجرافيكس نظام اللعب ترى ما انت متعود، الله يعينك. بنشوف يا اخي وش نسوي ذا الحين؟ الحين طال عمرك عندك علم تاخذه توصل لمنطقة معينة. ذا الحين معي علم؟ ها لا العلم تلقاه، تروح تاخذ العلم توديه المنطقة الزرقاء حقته. اسمع يا حبيبي يا حبيبي، ترحيبة دقيقة. وكيف كيف كيف يا سعد يا سعد، شو اخبارك؟ بدينا نصدم. يا شباب ادروني ما انا متعود عليها ابدا. اهدى بلف برقة ما يمديني. ليش انت شنك تصدم العماير؟ في لوحات فيك عماير لا تصدمها حبيبي. ما صدم يا حبيبي، ما ادري وش السالفه اللي هنا. ها ليش؟ طيب انا حشرت يا ولد. والله قربتها يا حبيبي، السياره انعدمت مره، كيف اعدلها؟ ما تتعدل. يعني اصدم هذه قصدك؟ اوه قصدك هذه العلامات يا اخي، قل لي من اول العلامات يا اخي، والله اني قشاش يا ولد. وانت مستغلها علي ها؟ اي والله. يقول لا الاعلام، والله العظيم اي كذا يا ولد. والاول الا العماير قص بس عرفت اللي لي، عرفت اللي لي اللون الاحمر. ايه لا تصدم العماير، انت قلت للعماير يا شيخ. يا غشاش والله انك غشاش. لا ما حد شاف. غمضوا يا شباب، ترى هذه ثنتين ورا بعض. ايه
تعال 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 يبيلي نتع. انت وين انت؟ الوجهية راحت يلد. الوجهية راحت انعدمت. يا ولد انت شفيك مسير. هي خلها تثبت. الله الله رزقني بغشامتك. قاعد اشوفك تصدم يعني. لا العمارة لا تجيها. حلو حلو حلو. واحدة بواحدة يا حبيبي. لا يا لدي. كسرت اللي لي صح؟ كسرت اللي لي. لا يا لد. بجيبه. حداك. لا يا لد. ليش؟ لي ربع ساعة. ما حد شاف ها؟ بجيب الاول. بجيب الاول يا لد. يا شيخ اتحداك تجيب الاول. لا تتحدى جديد. اتحداك يا اخي بس خلها تصلح سيارتي وعلمي. سيارة ما فيها شيء تمشي طبيعي. ولا شيء سليم فيها يا حبيبي. هذا زاد الاحترام عرفت. صادمها صادمها يا ليل يا ليل يا الله. يا اخي اللي ما يصدقني جرب اللعبة ترى موجودة على ستيم بستة دولار او بسبعة دولار. والله اول مرة عليها خصم الحين. عليها خصم الحقوا عليها. بس لكن لأول مرة بيجربها. اي أول مرة انا لعبت والله عيد. والله ما في جدار ولا سلسلة. يا حبيبي خليك انت. هات شوت ولا. حلو هات شوت هذه. والاول يا حبيبي 70 مش 33. يا اخي حاول انك توقف شوي تنتظرني. والله ما في عمار شوي شوي. يا عيني احتراف احتراف فن في الاخير. لا لا بديت احترف. لا شوي بديت اوزن الطارة. يا سعد شوف لي حل. والله ما معك حل. يعني في في اموات غير هذه يا سعد؟ ايه ايه. ومثل ايش؟ في اعلام فيه الله فيه مود ثاني انه واحد يكون بداية مثل الجيم هو اللي يصدم اشخاص عشان يصيرون معه يصدم. طيب والسباقات نظام السباق؟ السباقات فيه لكنها ما راح تعجبك صراحة. ليش؟
هنا ما في الظاهر يعني على وضعك هذا كل شوي بتطب في الوادي. حبيبي لا اقعد يا يلد يعني لو بيصير تحدي مثلا المرة الجاية مثلا في القفوة مثلا يصير في تحدي اكثر واحد مثلا ندخل معنا ناس عرفت اذا صار في مثلا بحط قفوة اكثر واحد ياخذ الاعلام زي كذا مثلا 190 الين ينتهي الجيم اكثر واحد هو اللي بياخذ الكود هذه طريقه برضه حلوه طيب عشان يربح الكود اللعبه بدل ما نختار مثلا باليوتيوب نعد منه اللي نعد منه اللي بيفوز منه اللي زي كذا عرفت مثلا زي القفوية اللي راح نعد فوق الاربعة شو اسمه ذاها نعد التعليقات كم تعليق موجود نختار عن طريق الاحصائية بس لكن عن طريق اللعبة تحدي مثلا اكثر شيء يجيب اعلام زي كنت ذا الحين ربحت الجيم خلاص اول واحد اول مثلا اول واحد بيكون هو اللي فايز محدد الوقت بس كيف طريقة 10 دقائق على شيء انت كم حاط لا تقول 20 دقيقة لا 10 دقائق ما في على شيء 10 دقائق حلو زي كذا الظاهر انت اللي فزت صح اكيد يعني مثلا زي القفوية مثلا اللي بعطيها مثلا زي سعد مثلا يجون معنا 5 اشخاص اكون انا الحكم اشوف اللي اعلى واحد بيفوز بالقفوة هذه ممكن طريقة اطبقها المرات الجاية اتمنى ان نال اعجابكم هالجيم كان معكم لا يوقف وسعد جيم انا بحط رابط تحت في الديسكريبشن حاول انكم تزورون قناته تعطونا لايكات وحركات من هالاوكي سي يو ليتر السلام عليكم